السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المطلوب هو رسم هذا الشكل دون رفع القلم عن الورقة، يعني ترسم دون أن ترفع القلم عن الورقة ودون تكرار الخطوط، يعني دون تكرار رسم الخطوط السابقة التي رسمتها. يعني مثلا إذا فعلت هكذا وأعدت المرور فوق الخط السابق فهذا خطأ، ويمكنك أن ترسم أكثر من 3 مثلثات إذن ودون رفع قلم عن الورق. لدينا 3 مثلثات، يمكنك أن ترسم أكثر. يمكنك أن ترسم 4 أو 5 أو 10 أو أكثر. إذن من أراد الطريقة أو الجواب، إذن نرسم هذا الشكل دون رفع قلم عن الورقة ودون تكرار المرور على الخطوط المرسومة. طريقة سهلة جدا. إذا مثلا أختار أريد 3 أو 4 أو 5، إذا هكذا. أكتفي ب3، وإن أردت 4 أستمر. إذا أكتفي ب3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.